برعاية سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء الدكتور عبد الحسين ميرزا، افتتح اليوم المؤتمر والمعرض الخليجي السادس للصحة المثالية والمهنية بحضور عدد من رؤساء الشركات وكبار المسؤولين والمختصين وأكثر من 200 مشارك من داخل وخارج مملكة البحرين وأكثر من 16 شركة عارضة. وأكد الدكتور عبد الحسين ميرزا أهمية تعزيز الإنتاجية في كل القطاعات، مؤكدا أن هذا الحدث المهم حول الصحة المثالية والمهنية يأتي في وقت برزت فيه العديد من الأدوات والطرق العلمية الكثيرة التي ساهمت في رفع مستوى الإنتاجية الذي انعكس إيجابا على جهود الأداء البشري بصفة عامة. ويتواكب هذا المؤتمر مع توجهات ورؤى القيادة الرشيدة في تطوير وتنمية العنصر البشري. وبيّن وزير شؤون الكهرباء والماء أن الصحة المثالية تهدف لتقليل الغياب عن العمل بسبب المرض إلى أقل المستويات، كما أن مفهوم الصحة المثالية الآن يتعدى مفهوم الوقاية من المرض ويتحقق من خلال إجراء موازرة بين الصحة الجسدية والصحة النفسية والصحة الاجتماعية والمهنية، ليكون الفرد فاعلا في عمله لديه روح الفريق الواحد، ولا يسمح لضغوطات عمله أن تؤثر على حياته الاجتماعية خصوصا في المنزل، بالإضافة لتبنيه قوانين السلامة. هذا ويستمر المؤتمر على مدى يومين بتنظيم من رابطة أطباء الصحة المهنية البحرينية ومجموعة أورجين للاستثمار. في السابق مفهوم الصحة المثالية كان يقتصر على الصحة الجسدية، أي عدم غياب الموظف بسبب المرض. أما الآن فمفهوم الصحة المثالية قد تغير وأصبح أكثر شمولية، فهو يشمل بجانب الصحة الجسدية الصحة العقلية والصحة العاطفية والصحة الاجتماعية. وفي دراسة أجرتها شركة جالوب للإحصائيات في 150 بلدة، تم الاستنتاج أن هناك 5 جوانب لتمكن الفرد أو العامل من إنجاز صحة مثالية مثل ما يقولون. وهذه الجوانب هي أولا الجانب الصحة المهنية، أي واقع العمل الذي يعمل فيه ورضاه الوظيفي، والجانب الثاني الصحة الاجتماعية وهي علاقاته مع الآخرين في مجال عمله، وثالثا الصحة المالية وهي وضعه المالي في المؤسسة التي يعمل فيها، ورابعا الصحة المجتمعية وهذا يعني علاقاته في المجتمع وكيف يقدر المجتمع الذي يعيش فيه. فكل هذه العوامل تعمل مع بعض لإعطاء الموظف صحة مثالية يبدع فيها ويخلق فرص جديدة للابتكار.